أنا نظن أن القرار اللي خذته لجنة الانضباط أعتبره قرار تعسفي، وهذا أمر خطير. إن كان حضور اتحاد العاصمة يزعج بعض الأشخاص، لا أريد أن أكون سبب في انهيار هذا الفريق. أنا مانيش من الناس اللي جيت نحارب، ولكن أنا لدي مشروع ولدي ثقة كثير من أنصار اتحاد العاصمة وكثير من مسؤولين اتحاد العاصمة، فأنا موجود حتى نهاية الموسم وبدأت في تحضير الموسم القادم، ولن يستطيع زعزعتي بهذه القرارات أو حتى التصريحات من هنا وهناك، ولكن لن ينالوا من إرادتي ومن عزيمتي، سأبقى دائما في هذا الفريق، ولكن العبرة بالخواتم، فتزيدنا عزيمة وإرادة للمضي قدما في تطوير هذا النادي والوصول به إلى ما يتمناه كل أنصار الاتحاد بدون شك. لازم نتقدم بطالب، لأن يعني أمر بسيط جدا، يعني تصور أنت لاعب ناخذ بالخيط، تصور أنت لاعب في ملعب 17 أمام متفرج أمام مباراة منقولة مباشرة، تتصور أنه يتعدى على حكم. يعني أنا حتى ودي يكون يعني التصرف الحكم يقول دالي أنكروشبي أنكروشبي موجود كان في دجريسيون، يعني كيف أجريسون يدي أربع مباريات، يعني ثمانية أربع غير نافذة وأربع نافذة، يعني تتصورها يعني هذه أنا نسميها سكونا فاز بالزمان جمي سانكسيون. فيما كنت كودري نظن أنا لم أشاهده يتعدى، أنا محافظ لقاء ومحافظ لقاء ليس لديه الحق، المهنة واضحة ومحددة ومقننة، وما عندوش الحق يتكلم مع لاعب، ما عندوش حتى الحق باش يتقرب. محافظ لقائي ملاحظ، هو يلاحظ ماذا ما يجرى في أرضية الميدان. زيادة المحافظ اللقاء لم تقل له أنا شاهدته في خبوز وتكلمنا البورتي با دو باج، يعني ما كانش يعني وموش هو رجل عمومي، يعني لاعب ولا حكم باش يكون معروف بأنه محافظ اللقاء. احنا نقدم يعني ثقيل، وكان صورت تثبت بأن حمزة كدري لم يتعدى تماما الحكم.